في نفس السياق أيضا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصافحة الفنانة سميحة أيوب بعد تقديمها عرض عن بطولات رجال الشرطة والمقاومة الشعبية في بورسعيد خلال احتفالية عيد الشرطة 72. أنا سعيد جدا جدا والله بيكم جميعا طبعا، واسمحي لي السيدة الفنانة العظيمة سميحة أيوب، أهلا وسهلا بك. إحنا كلنا سعداء جدا، وأنا كان عندي أمنية إن أشوف سيادتك وجها لوجه، وربنا حقق لي الأمنية أنا دي. أنا عندي أمنية إن أنا أسلم عليكي، بس قلت الأول أرحب بك. شكراً يا ريس، شكراً يا ريس، يا عزيز مصر، كلنا بنحبك. شعبك بيحبك يا ريس. وشكراً على الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه. أشكرك جداً يا ريس. لا، الشعب كله حاسس بكل الإنجازات، حاسس بكل حاجة. شكراً يا ريس. شكرا. شكرا يا رئيس.